موت. انت حضرت اللحظات الاخيره استاذ عبد الوهاب؟ اه حضرتك. بس ما توقفش قدامي. لا ما انا عارف، بس نزلتي ورجعتي. حصل. اه رحت قعدت، رحت شفته، كان وقع من السجاده، وقع وهو بيمشي. اه بس ده من قبلها باسبوع، قبل ما يتوقف. بقول لك عبد الوهاب وقع من السجاده، اتكعبل في السجاده وهو بيمشي المشي بتاعه. ايوه المعلومه دي صحيحه. صح. اه وكعبل كان قبلها سليم خالص، مفيش حاجه. وخفنا عليه بتاع العين طبعا، كان كبير، فقلنا اتكسر حاجه، مفيش حاجه خالص ولا حاجه، عملنا اشعه ما حصلش عليه حاجه خالص، وحصلش، عملنا له اشعات وحاجات ما حصلش. وبقى فضل دكاتره داخله ودكاتره طالعه، وهو طبعا بقى اتوهم. بس ما كانش بيشتكي من حاجه محدده. لا بس خاف من الوقع. كدمات. كدمات طبيعي. وبس هو الرعب، الرعب اقوى من الكدمات ومن الوقعه ومن كل حاجه. رعبه على نفسه طبعا انه الوقعه دي حصلت. بعدها باسبوع بقى كان دكاتره اقنعوه انه لازم يبتدي يقوم من السرير، لانه ما ينفعش هو نام الاسبوع في السرير، مش عايز يقوم اسبوع في السرير. يا دوبك الحمام بالكتير يعني. فانا رحت له، وكان قايم من النوم اللي هو بتاع السياستا بتاع بعد الظهر، وقام وبياخد ينسون، شرب اليانسون وبتاع، وقام قعد في الكرسي اللي وريته لحضرتك. كان في اوضه طنط نهل. قال لي وديني، عايز امشي. بس امشي جنبي بقى، لسه اول يوم يقوم. بس امشي خليكي مركزه معايا يعني. فمشيت جنبه، فلقيته مش قادر يمشي يعني، حسيته كده ما اطمنتش مشيته. قلت له ايه رايك نقعد، انت لسه اول يوم تقوم، ما تقعد احسن. قال لي اه فعلا، وديني اوضه نهل، اقعد على الكرسي الهزاز. وديته، فضل قاعد. وبعدين قلت له انا نازله. قال لي طب بس تعالي، عايزين نعمل، تعرفي تعملي لي تدريبات التنفس الرئه. قلت له لا، دي ايه دي؟ قال لي تاخدي نفسك وتعيدي 10 وتروحي مطلعه النفس كده، تقوي الرئه. قلت له اوكي نعمل. عملناها 10 مرات. قلت له كان تمام زي الفل. بوستو، مع السلامه، مع السلامه. نزلت، قبل ما اوصل البيت قالوا لي ارجعي. هو طبعا اللي حصل له كان طبيعي جدا في سنه، اسبوع في السرير، قام جلطه. مش احمد كان معاه؟ حمال، انا مش فاكر. احمد كان موجود. احمد هو توفى في ايد احمد اخوي يعني. نزلت وحد منهم جه مات بعدها ب5 دقائق نتيجة جلطة. جلطة لأنه رقد أسبوع في السرير، عشان كده تملي يحبوا يقوموا الناس، لازم يقوم يتمشى. بس كانت كتيرة، أسبوع في سنه. انت رجعتي كان الموضوع ده. لا خلاص. الله يرحمه، كان فنان عظيم. ودي على فكرة للسن الكبير بتبقى حاجة مريحة يعني. طبعا بدل يعني هو كان طول عمره يقولوا انت مالك، انت خايف تموت؟ يقول انا مش خايف اموت، خايف اعيا. ما انتوش فاهمين الفرق. معيش هو خلاص. بكره المرض. الموت ده موضوع تاني، لان هو كان دين ويصلي وكده يعني. طبعا ما عندوش خوف من الموت، خوف من المرض. وعبد الوهاب مات سنه 90. 91. مات 91. فنقول ان هو مواليد سنه 98، 1898 ممكن نقول ان هو سنه 7 ممكن يعني، في الاخر هي حاجه و80 سنه يعني. هو توفى على الكلام اللي احنا عارفينه عنده 91 سنة، على انه مولود 1901، ده اللي احنا نعرفه. تمام. يعني عبد الوهاب عموما من الناس اللي هي ترحل بأكسدة لكن تبقى باقية. بالضبط. كالناس يعني باقية، ناس اعطت الحياة حاجات حلوة جدا جدا جدا. اشكركم جدا. احنا نشكرك.